مواطنون من أمام دائرة التقاعد العامة يشكون من تأخير في إنجاز معاملاتهم التقاعدية. طالب سادس أحيائي من أهالي الديوانية يطالب التحقيق في اتهامه بالغش نتيجة لاستخدامه قلم رصاص عليه الكتابات. جمال الطبيعة وروعتها تكشفها بساتين محافظة كربلاء المقدسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم بحلقة من صوت عراقي الآن مباشرة على شاشة الفرات الفضائية وعلى المنصات الظاهرة على يميني. التواصل يكون حصرا على الرقم اللي يظهر لكم بأسفل الشاشة. بالنسبة لمعاناة المواطنين من دائرة التقاعد تحدثنا كثيرا ونوهنا عن هذا الموضوع. المواطن المتقاعد اللي خدمته تقريبا 30 سنة وأكثر، كبير بالسن، من يطلع تقاعد يعيش رحلة مع المعاناة ومع الدوائر والإجراءات الروتينية. نفس الحالة إذا متوفي فعائلته راح تشوف الضيم بالتقاعد، وأحيانا بعد رحلة سنة أو أكثر بالدوائر راح يطلع لهم خطأ ويرجعون من جديد وهكذا. فإحنا اليوم كانت عندنا جولة من أمام مديرية التقاعد العامة، راح نتابع اللي أعده الزميل محمد كاظم. تحية طيبة لكم مشاهدينا الأكارم، جولتنا لهذا اليوم راح تكون أمام دائرة التقاعد العامة، راح نستطلع آراء المواطنين ونشوف انطباعهم حول إنجاز المعاملات في هذه الدائرة، خليكم ويانا. تهرن، وحطيت عدالة، حطيت هي 600، حطيت 700. أي. لا والله بعد عقب باكر كان اي باكر عقب هاي قضينا وياهم. اي والله فدنا بس عقب هذا جابني بخمسه ثلاثة وذاك بالتاكسي 10 15. اي والله يمه تقاعدوا 300 اي تنسوا والله يمه اعاني كتاب من الدولة انا قاعدة انزل اي واريد من الله ومنا اريد بيت اي قاع قطعه نعمه من الله. والله امي والدتي تطلب التقاعد مع الشهداء والشهداء، وصار لهم 3 سنين تركض وراهم ما يطلعوهم. امي والدتي تقول واصله الفلوس تجي هنا يقول ما واصله. والله صار 3 سنين. اي والله والله ان شاء الله ابو التقاعد يمشي لي اياها وناشد الكاظمي يمشي لنا اياها. اي والله والله حمامي بالشورجه كشاب نريد تعيين طقت رواحتنا. والله انزلاق هذا صاحب انزلاق كلنا انزلاق حمامي احنا بالشورجه ماكو والله فد الشورجه ساطر علينا 5000 10000 الحمد لله وشكرا. يعني رحبوا بي ذاك الترحيب والله، ويعني خصيصا البطاقه الماستر وهذيك مال الهويه هويه التقاعد والله والله يوفقه. انا اليوم جيت وكملوا لي اياها. لا والله ما قصروا والله وعلى راسي والله يوفقهم ويسر عليهم. اليوم انا جيت وكملته اي بالله. القطعه الموجوده قدامي هي التقاعد الوطنيه، المفروض هاي تنشال. مش يكتبون هيئة التقاعد الغير وطنية لسببين. العراقي ايش قد ما تكون خدمته 30 سنة 15 سنة 20 سنة زائد الخدمة العسكرية زين يشيل له كوم سنين، يعني 30 سنة عنده تقاعد 40 سنة ما يحصلها. ليش؟ لسبب واحد، إذا ما عنده دفتر خدمة عسكرية يأيد، يعني دفتر خدمة عسكرية يعني إذا ما عنده دفتر خدمة لو عنده 40 سنة ما يحصل تقاعد
زين عكس المصريين جاوا لهم تقاعد وادوا لهم اياه. صار لي 17 سنه دور تقاعد عندي خدمه مدنيه 13 سنه بدوار الدوله، زائد خدمه عسكريه يابا هذا ضمنيا التحق، يعني طلعت من دائرتي التحقت بالخدمه العسكريه رجعت. زين عمي هاي سنين خدمه، قال الا دفتر خدمه يابا، وشلون انا بعدين؟ ولحد اليوم وصار عمري 62 سنه تقاعد ما عندي، رعايه اجتماعيه ما عندي، عاطيني عمل ما عندي. بعد ما شاهدنا آراء المواطنين ومعاناتهم أمام دائرة التقاعد العامة، رسالة إلى دائرة التقاعد إلى الجهات المعنية بضرورة إكمال معاملات أهلنا وناسنا لأن ما عندهم مصدر رزق غير هذا الراتب، نتمنى الإسراء بإكمال معاملاتهم. وصلنا لكم لختام جولتنا لهذا اليوم. عندنا مناشد عبر الهاتف من سناء، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. أهلا ومرحبا بكم. يا أهلا وسهلا فيك. تفضلي. سنت أنا موضوعي بخصوص مجموعة قليلة من الموظفين في وزارة الصحة. يعني بمركز وزارة الصحة والدوائر التابعة لها. زين. احنا قدمنا على الدراسات العليا سواء الماجستير أو الدكتورة. نعم. أنا من جماعة الماجستير. قدمنا بناء على موافقة السيد الوزير. طيب. أنا أخذت الموافقة يوم 6/10/2021. زين. بعدها بأيام والله قدمت على الجامعة، جامعة الأديان والمدارس في إيران. تمام؟ يعني بشكل أجنبي ماخذ الموافقة. لما أخذت القبول الأول ودفعت الفصل بلشنا الكورس الأول كان دوامنا أونلاين. فلما راجعت الدراسات طبعا وصلهم هذه الموافقه في شعبه الدراسات بتخصيص وزاره الصحه. فرحت لهم على اساس انه اعرف شو يتم منح الكتاب عدم الممانعه بالدراسه والامر الوزاري للاجازه الدراسيه. وهذه من شروط معادله الشهاده ان شاء الله بوزاره التعليم العالي. تمام؟ تمام. طلبوا قبول نهائي لانه المجموعات المقدمه انا قدمت مجموعتين يعني كورسين كلهم دارسين على هذه الجامعة، هذه الجامعة ما تنتهي قبول نهائي إلا قبل المناقشة الرسالة بشهر أو شهرين. تمام؟ قال لي البديل عن هذا تجيبي لنا كتاب المباشرة مترجم ومصدق بالأحكام المطلوبة من طهران، جيبي لنا الأصلي ونتم لك إجراءاتك. هذا الكتاب شو تبدو خلال ايش قد يعني خلال 6 أشهر؟ ايش قد؟ خلال 6 أشهر عندك مجال. صار الكورس الثاني، الكورس الثاني طبعا صار حضوري دوام وامتحانات بالجامعه هنا تبقون. فسافرنا واثناء هذه الفتره تم لي المعقد الكتاب وترجمه وصدقه اختام المطلوبه وجبت الاصل النهائي باشرت ورا العين الاضحى مباشره. زين. صعدت بنفس اليوم الدراسات قلت انه هذا الكتاب اللي طلبتيه جبته الاصلي. قال لا بعد انتهى الوقت. شنو انتهى الوقت؟ يعني ما صار 3 شهور احنا ما نحكينا هذا الحكي. قال والله احنا رفعنا مطالعه للسيد الوزير ووافق على الغاء كل الموافقات للطلاب اللي ما جابوا الكتاب القبول النهائي خلال 3 أشهر. زين ليش هسه يلا رفعت هذا الموضوع؟ الوجبات اللي قبل الناس راح يناقشون الرساله وكلهم ماشيين على اساس القبول الاولي والمباشر. ليش ما يعني؟ فاللي صار هو عنده خلاف ويا احدى الحقوقيات بالوزاره وعلى اثرها اثر على كل الحقوقيين ولغى موافقه. نعم. المشكله الاساس انه حاولت اقابل السيد الوزير عده مرات ما خلوني اتصل. زين. لان رفض هذا الموضوع. قدمت طلب عن طريق مدير قسمي ايضا رفض هذا الموضوع ما وقعه. فالمشكله بقت انه لا السيد الوزير ولا الوكيل الاداري هو اساس دائره التقدير ولا مدير القوى العامله ولا هو مسؤول شعبه الدراسات ولا واحد منهم يلقى لنا حل. لما اروح لهم كل اسبوعين يقول لي روح لهيئه الرئيس.
هيئه الرأي لهم هذا الموضوع مو يم التخطيط. فبقينا طايفين من الحل وين، واهم الشروط لمعادله الشهاده هو كتاب عدم الممانعه والامر الاداري بإجازة صار واضح. أشهر صار واضح مناقشة صار واضح من نهاية تمام تمام. فهذا يعني هذه المناشدة بالنهاية احنا نتمنى ان توصل. اعتقد هي مو فقط تكون مسألة هذه المشكلة، اكو طلاب حالهم الحرج. زين، انا اشكركم يا الاخت سناء، شكرا جزيلا. وصلتنا مناشدة أيضا من طالب صف سادس أحيائي، طالب حسن حامد، طالب متفوق يعيد بالسادس للسنة الثانية، السنة الأولى مطلع معدل 98، فعلى الأقل يعني على الأقل يبقى على 98، ولكن مفاجأة جت إنه هذا الطالب من جت النتيجة مكتوب عليه غش. السبب غريب هو إنه الطالب استخدم قلم عليه كلمات أصلا هي من الشركة، طبيعة هذه الكلمات ما نعرف إحنا شنو. نتابع هذا الفيديو. السلام عليكم، انا طالب حسن حامد من محافظه الديوانيه، طالب سادس علمي احيائي، معيد سنتين بالسادس، ذيك السنه طلعت معدل 94، فما اهني انه انقبل طب عام اللي هو كان حلمي من الطفوله، شلون والدي الدكتور الله يرحمه اللي توفى وعافني عمره شهرين، فامتحنت هاي الامتحانات وماكو كل مشكله ومتاكد من نفسي انه اجيب الطبيه ان شاء الله، فتفاجات بنتيجتي انه هي غش. ما اسولف لكم على وضع امي والصدمه اللي عاشتها ووضعها الصحي اللي دهور من ذاك اليوم لحد هذا اليوم اللي صار له 10 ايام، اللي هو انا بعد ما كنت املها الكبير واملها الوحيد انه اصير طبيب، وانا هاي فتره 10 ايام صار لي ساكن بالتربيه، قاعد بالتربيه بس اريد اعرف قضيتي. فرحت للاستاذ عقيل مدير تربيه الديوانيه، فهمت بقضيتي ومشكور الرجال فهم قضيتي وساعدني وما قصر، وخاطب رئيس اللجنه الدائمه للامتحانات قبل 5 ايام. هذا القلم قدامكم ما بي يعني بكتابات ناعمه اللي هي موجوده اصلا من الشركه، يعني انا مستقبلي يضيع على مود قلم، وشلون أنا أقدر ألخص المواد اللي كلها بهذا القلم، وشلون يعني ما هو هاي الكتابة موجودة أصلاً، هي موجودة أصلاً بالقلم، موجودة على الكرتونة مال القلم، وهذا نموذج من الأقلام اللي موجودة عندي، يعني موجودة باقي الأقلام كلها مشابهات وهاي. وضع والدتي الصحي يعني كلش تعبان، يعني أنا خايف أخسر والدتي صراحة، خايف أخسر والدتي من بعد وفاة والدي، وضعها الصحي كلش تعبان. أنا من خلال الفيديو أناشد رئيس الوزراء ووزير التربية ووكيل الوزير بالأخص وكيل وزيرة التربية اللي رئيس اللجنة الدائمة للامتحانات وكل الناس الخيرة اللي موجودة بالعراق، إنه أتمنى يوصل صوتي واللي راح يضيع مستقبلي أنا من وراء هذا القلم، يعني مظلوم أنا وأريد حقي. للحديث عن بعض المواضيع التربوية تنضم لنا التربوية كوثر العتابي. ست كوثر السلام عليكم. قانون التعليم الإلزامي والتعليم المدمج أو الدمج التربوي، شنو طبيعة هذين المصطلحين؟ وبصراحة يعني ما متداولات بشكل كثير، فياريت نسلط الضوء عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. تحية لجنابك ومشاهدين قناة الفرات الأعزاء. صراحة التعليم الإلزامي والدمج التربوي هذا المفصل في مجال التربية جدا مهم، اللي يعتني أو يعنى بحالات خاصة من أبنائنا التلاميذ اللي هم ضعاف البصر، كذلك أصحاب العوق الفيزياوي، اضطراب التعلم، الإفراط الحركي بضوابط طبعا، وكذلك ذوي العمليات المستعصية مثل زرع القوقعة. هذا المجموعة من الأطفال يفترض جميع مدارس حسب القانون وقانون التعليم الإلزامي تستقبل هذه الفئة من التلاميذ. هذا التلاميذ لهم حق بالتعليم الإلزامي والتسجيل في المدارس الاعتيادية حسب قانون الدمج التربوي الذي كان موجودا أيضا في سنة 1976 حسب المادة 118، لكن عمل به في سنة 1978 في بعض المدارس بمجالين، مجال الدمج التربوي الجزئي والدمج التربوي الكامل. أقصد بالدمج التربوي الجزئي هو التربية الخاصة
اللي احنا اعتادينا عليها في بعض اغلب المدارس، انه يكون هنالك صف خاص معزول يعزلون به هذول التلاميذ، تكون المعلمه وياهم من الصف اول الى الصف الرابع، هي اللي تدرسهم الماده العربي والرياضيات. هذول التلاميذ ما يدمجون ويا التلاميذ العاديين او الاسوياء. بالتالي هذا الدمج التربوي او الجزئي اي التربيه الخاصه به عده مشاكل، يعني يعاني من عندها التلميذ في مرحله الابتدائيه. مثل ما تعرفين ستنا العزيزه، التلاميذ في هذه المرحله تبدي تكوين عندهم الجزء النفسي وحبه للتعليم، حبه للمدرسه، من يتعلق باصدقائه ومعلمته بالمدرسه. من تكون معلمه واحده خلال 4 سنوات ويعزل في صف ويكتب على هذا الصف تربيه خاصه، هذا يؤدي عنده مشاكل نفسيه، فبالتالي احنا ما نكون ساعدنا هاي الفئات وانما اذيناهم من الحاله النفسيه. نعم. طبعا اما الدمج التربوي الكامل ومو الجزئي، اللي هو يعني انه هذول الاطفال يدمجون في المدارس الاعتياديه، يعني استقبلهم مع التلاميذ الاعتياديين، اضافه الى انه اكون في المدرسه غرفه مصادر، هذه غرفه المصادر اللي تكون مسؤوله عنها معلمه التربيه الخاصه، احنا عندنا في كلياتنا نخرج معلمات تربيه خاصه، فتكون مسؤوله عن غرفه المصادر، بالتالي التلميذ يداوم مع الاقران التلاميذ العاديين، لكن يسحب خلال الدوام حصه او حصتين دراسيه في غرفه المصادر لتقويته. لان انت تعرفين مثلا احنا عندنا ضعاف السمع واللي زارعين قوقعه، هذا عنده مشكله من المعلمه بالذات السنوات الاولى صف اول والثاني، تجي يعني ترد له الاملاء او ترد له الماده لازم تكون ترد لها ببطء. طبعا العمليه ابدا مو صعبه، يعني من اتكلم عن تجربه يعني في مدرستي من 2018، اليوم انا عندي طلاب صعدوا للصف الرابع والثالث والتجربه نجحت، ما بيها جهود خير بس بالبدايه، لكن احنا مشاكلها انه ادارات المدارس ما قاعده تفعل هذا القانون صراحه بالصوره الصحيحه، فنحتاج الى تفعيل قانون الدمج التربوي لخدمه ابنائنا من هذه الفئات. اكو بعد احتياجات لهذه الشريحه بالجانب التربوي؟ طبعا العوق الفيزياوي، يعني اقصد المشكله عندهم بالحركه. نعم. طبعا احنا ليش نطالب انه تكون كل المدارس تفتح هذا المجال بالدمج التربوي؟ بالتالي هذول الأطفال إذا حسب الرقعة الجغرافية يجدون مدرسة قريبة من سكناهم يروحون يداومون بيها أفضل من ما ينقل إلى مدرسة بعيدة بالذات المعاهد الخاصة. هاي المعاهد الخاصة يفترض تروح الحالة الخاصة جدا، حالة مثلا الإفراط الحركي اللي أكو لجان طبية طبعا تحدد طلاب التربية الخاصة، عندنا لجان طبية في كل المديريات تتعاون مع المدارس بفحص هؤلاء الطلاب وتثبيت نسبة العوق الموجود عندهم ونسبة احتياجهم يكونون بالمدارس الدمج التربوي أو يكون في معاهد العوق الفيزياوي. لكن احنا اليوم من هذا منبركم أريد أناشد صراحة أني جميع إدارات المدارس أنه أني أفتح مدارسي لهذه الفئة، هذه الفئة محتاجة أن تكون احنا يعني نستضيفها بمدارسنا، نكون نداريها ونخليهم مع التلاميذ العاديين، مو اجي اني انقله يعني احنا ندمجهم بالمجتمع بالتالي نترك انطباع شيء اكيد طبعا بها جانبين ستنا العزيزه. هذا الموضوع جانب يخص الحاله النفسيه طبعاً لذوي الاعاقه الفيزياويه او الاعاقه جماعه يعني العفو الدمج التربوي، وبايضا مردود على التلاميذ الاصحاء. هسه تقولي للتلاميذ الاصحاء شنو راح يستفادون؟ هنا أنا راح انمي الحاله الانسانيه عند التلميذ. صح. اني التلميذ من صف الاول وبهذا العمر عمر 6 سنوات و7 سنوات من اني اعوده انه يساعد زميله سواء بالدرس او بالفرصه، هذا ينمي الحاله الانسانيه، واحنا محتاجين أن نعود أولادنا تكون عندهم الحالة الإنسانية موجودة، بالتالي هو هذا رقي المجتمع. إضافة إلى أنه هذول الأطفال أكو فد ميزة بيهم، أنه هم هذول الأطفال عقليتهم شو سبحان الله من رب العالمين، دائما احنا نقول ينأخذ شيء لكن يكون شيء ثاني اقوى طبعا. نسبه الذكاء حسب ما انا يعني التمسته من تلاميذي نسبه الذكاء عندهم جدا عاليه، فبالتالي انا من الظلم اني احكم على هذا التلميذ اني ظل قاعد بالبيت. انا صافتني حالات خلال هاي السنوات، تجيني ام يعني ابنها فايت على تسجيله بصف الاول سنه او سنتين، من اسالها الاسباب هي لها حق تقول أنا رحت افتريت كل المدارس ماكو مدرسة استقبلت ابني لأنه لابس فد سماعة بإذنه
او لابس فد مناظر يعني بها حاله البصر جدا كبيره او مقعد على عربانه. زين مو صحيح اني ما استقبل هذا التلميذ، لا القانون التعليم الالزامي يعطيني هاي الصلاحيه انه ما استقبل هذول التلاميذ، ولا الحاله الانسانيه انه اني احرمهم من يكونون مع التلاميذ الاصحاء. اضافه الى انه احنا نحتاج شيء واحد يعني من معوقات الدمج التربوي في المدارس، هسه احنا خلينا نبتعد عن موضوع البنايات وهذه الامور لان هاي ميزانيه الدوله، لكن اكو فد شيء جدا سهل واني اقدر اوفره كوزاره التربيه. احنا يعني صراحه من هذا المنبر ناشد دائره المناهج. المنهج شويه كبير عليهم، احنا ما نريد تغيير بالمناهج، لا نفس احنا المنهج. خصوصا استاذه خصوصا احنا مقبلين على عام دراسي جديد. فاكو مشاكل كثيره تعلمون فيما يخص قضيه المناهج، قضيه البنايات المدرسيه، فبما انه حضرتك تتكلمين عن قضيه المناهج فاكملي فكرتك. بالنسبه للمناهج اكمل لك فقره انه هذول التلاميذ، التلاميذ ذولا نفس المنهج لكن احتاج الى يعني ضغط المنهج او تقليل المنهج، مثل ما صارت عندنا فتره كورونا، صار اختصار بالمنهج، تقليل بالمنهج، بالتالي ذولا التلاميذ انا ما ممكن اعاملهم مثل معامله التلاميذ الاسوياء، يعني شوي المنهج مطول عليهم. فيفترض من دائرة المناهج يا أما أخصص منهج خاص بهم مشابه لكن مع تقليل المنهج، مثلا أعطي مثال بمادة التربية الإسلامية، بدل ما أني مطلية كمثال يعني بمادة التربية الإسلامية تلميذ الصف الأول يحفظ خلال السنة مثلا 5 سور من القرآن الكريم، أخلي جماعة الدمج التربوي تكون 3، هذه تسهل الأمر. إضافة إلى أنه أو أعطي صلاحية لإدارات المدارس يشوفون الحالة اللي عندهم ايش قد أقدر أقلل من المنهج، هذه تخدم إذا نبتعد عن طباعة المناهج اللي هسه إحنا دنعاني من عندها. طبعا إحنا مقبلين على عام دراسي جديد اللي راح يبدي 2/10، الآن دنعاني معاناة كلش كبيرة بكل المدارس، ماكو هسه مديرية في العراق ما تعاني هذه المشكلة، إنه إحنا اعتمدنا على الكتب المسترجعة، بالتالي إحنا 2 سنين دوام مو حضوري 100%، إضافة إلى كان إلكتروني، يعني إضافة إلى مرينا أنه مو كل الكتب استلمت من قبل التلاميذ، ولا أكو عندنا في الصلاحية نحاسب التلميذ اللي ما يسلم كتبه، ماكو هيك صلاحيات في المدارس. الكتب اجتي ممزقة، فتوزيع نسب الكتب المخازن الموجودة وزعونا بنسبة كلش قليلة، نسبة تقريبا 20%، ومو كل المواد، أكو منهاج عندنا تغير. مادة الإنجليزي بالصفوف الأولية الابتدائية تغيرت، بالتالي ما مطبوعة 100% للتلميذ، فإحنا ما بقى للدوام أسبوع فقط. أكو مشكلة، أكو دي يصير في الضغط على كاهل الأسرة العراقية بموضوع أنه يروحون يستنسخون، وبالتالي رب الأسرة اللي عنده 3 أو 2 تلاميذ بالمدرسة يروح يستنسخ عدد من المناهج، هذه مشكلة على الحالة الاقتصادية للأسرة. أكو بعض التصريحات أنه راح تعالج هذا الموضوع في الأيام المقبلة، لكن إحنا كنا نتمنى هاي المعالجة تكون فترة العطلة الصيفية مو مع بداية العام الدراسي. أشكركم الأستاذة التربوية كوثر العتابي، كنت معنا مباشرة من العاصمة بغداد، شكرا جزيلا. مرضى الهيموفيليا والمصابين بالأمراض النادرة بشكل عام يعانون من قلة أو غياب توفر العلاجات، وطبعا المصابين بهذه الأمراض عادة العلاجات تكون غالية، هاي إذا موجودة، فبالتالي هناك مطالبات عديدة ودعوات لوزارة الصحة حتى تساهم بحل هذه المشكلة. الاتصال موجود. الأخ وسام سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا. تفضل مناشدتك. إحنا مرضى الهيموفيليا، صار فترة إحنا من يعني من الألفينات 2011 هيجي صار عندنا الوقائي، العلاج الوقائي ناخذه بالبيت. زين. وصار هاي الفترة كلها إحنا ماكو علاج، صار 2 أو 3. زين. وإحنا هذا يعني العلاج ضروري إن حتى نستمر بحياتنا الطبيعيه، وحاليا قاعد ناخذ علاج بديل مو زين، يعني اللي هو البلازما الدم. زين. اللي هي كلها تيجي اغلبها ملوثه، لان من اشخاص دم مختلف من عده اشخاص.
فاحنا نطالب يعني بل من وزاره الصحه من مراسل الوزراء انه يوفرون هذا العلاج، لان هذا العلاج ما موجود لا بصيدليه لا يعني مكان من خارج العراق الا بالمستشفيات الحكوميه او عن طريق الدوله. وحتى اذا متوفر فهو اسعاره غاليه يعني جدا غاليه. فاحنا يعني قاعد نعاني هاي الفتره كلش، يعني انا دوام قاعد انقطع عنه بسبب هذا الشيء حتى اروح اخذ علاج بديل، يعني ما اعرف ايش نسوي بعد. طيب انا اشكرك وسام. عيوني. الله يسلمكم. الله يسلمكم. المناشدة الأخيرة ناخذها أو موضوع احنا حبينا نختم بصوت عراقي. أرض العراق معروف أنه هي أرض السواد نتيجة الخيرات اللي تحت يعني تضمها هذه الأرض. تأثرت هذه الطبيعة بجملة من المشاكل، ولكن ما زالت الكثير منها شاهد على جمال الطبيعة. كربلاء المقدسة راح نتابع بعض الصور اللي تكشف جمال طبيعة المحافظة والخيرات اللي تحتويها. شكرا لقيصر ساري مخرج حلقتنا لهذا اليوم، محمد الحسن بالإعداد، شكرا لعلي أسعد الغزي استوديو البث المباشر، ولحضراتكم مشاهدينا على متابعتكم لصوت عراقي. تحياتي بالتقديم استبرق الربيعي، السلام عليكم ورحمة الله.